معكم أنور المضحكة، أونر لمشروع وين نروح لدعم السياحة الداخلية في الكويت عن طريق الإعلان عن أبرز الفعاليات باختلافها والأماكن السياحية. الكويت تتميز بسياحة فعاليات ومطاعم. الفعاليات عندنا متنوعة جدا، حاليا احنا شغالين من 2015 بمعدل 30 الى 60 فعالية يوميا ما بين الفعاليات المجانية والفعاليات المدفوعة، فعاليات رياضية بتنوعها من مباريات، من يوغا، تاي تشي، اشياء مختلفة، اضافة الى الفعاليات الفنية، معارض، ورش عمل، تجمعات للفنانين، ملتقيات، مؤتمرات، سيمينارات، إضافة لأنشطة رياضية outdoors, indoors، أنشطة للأطفال، مسرحيات سواء كانت مسرحيات فنية واستعراضية أو حتى مسرحيات يقوم بأدائها مجموعة من الحيوانات الأليفة وتكون عروض موسيقية. بالكويت عندنا للأمانة فعاليات كثيرة، عندنا مشاريع كثيرة، عندنا أماكن جميلة ما بين مجمعات، أسواق، أماكن ترفيهية، أماكن سياحية، متاحف، مزارع وشاليهات. حالياً بالكويت ازداد عدد السياح الخليجيين اللي يدخلون الكويت بنسبة تقريباً أكثر من 20% خلال السنة الأخيرة. نستقطب السياحة الداخلية من الكويتيين والمقيمين بالإضافة إلى الخليجيين عن طريق الإعلان في أكاونتات السوشيال ميديا وين نروح، إضافة لموبايل أبليكيشن باسم وين نروح متواجد حالياً على الأندرويد والأب ستور وموقع كذلك. حالياً متواجدين في الملتقى الأول للسياحة والشباب في ريجنسي 27 و 28 مارس، ومعنا مستضيفين قناة مرسين، نشكرهم على استضافتهم وحابين أنكم تشرفونا إن شاء الله بالملتقى القادم. هذا أحد فعاليات الكثيرة اللي تحصل بالكويت لدعم الشباب والسياحة، بما أن حالياً الكويت سياحياً قاعدة تنتعش، عندنا بنية سياحية ممتازة، حتى موضوع الجو اللي هم فيه ناس يقولون والله جو الكويت ممكن ما يناسب أو ما يخدم أغراض السياحية، بالعكس احنا جونا 7 شهور بالسنة ممتاز ومن أجمل ما يكون. باقي الأشهر إن شاء الله تكون للسياحة اللي هي البحرية والشاليهات، إضافة للإندورز أكتيفيتي اللي هي في الأماكن المغلقة. ومثل ما قلنا فعاليات جدا كثيرة وتناسب جميع أفراد الأسرة، سياحة بالكويت سياحة عائلية. موجودين في الأب ستور والأندرويد، إضافة إلى السوشيال ميديا فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تويتر، سناب شات. كده إحنا نتأخر على الموضوع. إمكانكم أنكم تتابعونا وتستفيدون في حال أنكم تشرفونا إن شاء الله بالكويت، حياكم الله.